بيروت الإعلامية ورئيسة مؤسسة بيروت انستيتيوت راغدة درغام. بداية راغدة، الحمد لله على السلامة على إصابتك من جراء الانفجار في المرفأ، وطبعا تشاهدين ما يحدث اليوم وما حدث أمس من تظاهرات في الشارع يقابله تحذير للرئيس الفرنسي ماكرون حول أنه مستقبل لبنان والشعب اللبناني على المحك. هل تتفقين كمراقبة مع هذا التحذير؟ شكرا. أولا شكرا، كلك لطف. بالتأكيد لبنان ومستقبله على المحك، فإذا استمرت الزمرة الحاكمة المتحكمة، هذا الكارتل اللا أخلاقي في جر البلاد إلى الكارثة، لا، دخل لبنان مرحلة الجحيم. أننا في هذه المرحلة في حاجة للعالم أجمع بصورة خاصة للأوروبيين وبعض العرب ليوقفوا هذا النزيف. كلام البطريرك الراعي كلام من فضة من ذهب، لأن هذا هو بيت القصيد: المحاسبة على جرائم ضد الإنسانية. لا يكفينا إدانات فارغة، نريد عملية سياسية ودولية قانونية، عملية إعادة إعمار. لقد حان لنا أن نتخلص من هذا الكابوس الذي حل بنا. استفقنا في يوم ما وقد تفجرت متفجرات لا يجوز وضعها في مرفأ مدني، ونحن كنا في المبنى المباشر فوق المرفأ. أنا شخصيا مشيئة الله فقط شاءت أن ننجو، ولكن أصدقاء جيران توفوا قتلوا على أيادي إهمال الدولة، فساد الدولة، تواطؤ الدولة. طب برأيك إذا كان لبنان يريد معرفة أسباب هذا الانفجار الكارثي الذي حل بشريان عاصمته، ما هو مانع الرئيس عون من إشراك محققين دوليين للتأكيد على أن الوقوف على أسباب الكارثة هو أولوية السلطة، يعني خصوصا بعد طلب ماكرون وترامب صراحة لذلك؟ يعني في الواقع أمر مستهجن جدا أن يقول رئيس الجمهورية أنه لا يريد ولن يسمح بتحقيق دولي، فيما العالم يقول له أن هذا ضروري. إنه يكرر ما قاله حسن نصر الله رئيس أو أمين العام لحزب الله، هذا ما يفعله وفعله ميشيل عون منذ فترة طويلة وهو ما زال. إذن لقد فقد الثقة، فقد الصدقية، وهناك حاجة ضرورية لتحقيق دولي بأي طريقة كانت، إن كانت رغم أنف الحكومة، رغم أنف رئيس الجمهورية، رغم أنف حزب الله، رغم أنف حسان دياب اللي هو رئيس الحكومة الذي في الواقع يتصرف بموجب أو بإمرة حزب الله. كفى، نحن في حاجة لتحقيق دولي، نحن في حاجة. هذا انتهاك لحقوق الإنسان اللبناني، المواطن اللبناني انتهكت حقوقه الإنسانية. إذن لا مجال من الصمت على هذا، لا يعني لا إفلات من العقاب يا زميلتي. إن أفلتوا مرة أخرى من العقاب لدمرونا مجددا. صحيح. طيب اليوم يعني سؤال مجهول حقيقة، ولكن ما هي المخارج المتاحة من هذه الأزمة الكبيرة، خصوصا وأن المجتمع الدولي لا يثق بالسلطة حتى على مستوى الإشراف على توزيع المساعدات؟ ويجب أن لا يثق. هذه الزمرة قد ارتهنت البلد وأخذت المساعدات لتضعها في جيبها، فلقد اعتادت الفساد. هذه الطبقة السياسية بأجمعها بكاملها خانت الثقة، وبالتالي يجب أن لا تسلم حتى يعني دولار واحد للمعونة. يجب مساعدة الذين تضرروا وهم كثيرون. في الواقع صرت في شوارع مارب خايل والجميزي والأشرفية، يعني بالتأكيد ستنزل دموعك، لأن ما حدث للناس غير مقبول. إذن نحن ما على الأسرة الدولية أو بالأحرى الأسرة الأوروبية بقيادة فرنسا أن تستمر في عمله، هو أولا التأكد من أن المعونات لا تمر عبر أي حكومة، أي عنصر في الحكومة اللبنانية، لأنها فاشلة وفاسدة. وأيضا العمل على المحاكمات في الواقع، يعني في إن كان عن طريق العقوبات أو المحاكمات في المحاكم العالمية، في الواقع هناك ملفات صالحة
محاكمة كثيرين من الطبقة السياسية الحاكمة بما فيهم عن الرئاسات الثلاثة للعدم للأسف، يعني رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، حتى رئاسة البرلمان، يعني يجب عليهم الاستقالة، وإن لم يستقيلوا يجب علينا على العالم أن يساعدنا في إقالتهم. بالتأكيد هناك حاجة لانتخابات مبكرة، ولكن أقول لك يا زميلتي نحن في حاجة إلى وصاية. الوصاية الدولية قد لا تكون متاحة لأن روسيا في مجلس الأمن والصين في مجلس الأمن، لربما يعني بالحديث عن الوصاية برأيك خلال مجموعة من الدول هل يمكن أن يشكل مجموعة من الدول يعني الأوروبية المانحون ضغطا على السلطات اللبنانية لإدخال تحقيق دولي ووجود محققين دوليين يضغطوا على الدولة للوقوف على هذا الانفجار؟ وصلنا إلى أكثر من ذلك في الواقع، كلامك صحيح ولكننا في حاجة لأكثر، يعني نحن في حاجة إذا أقيلت أو استقالت المؤسسة الحاكمة برمتها البعض قد يقول وماذا بعد ومن؟ نحن لسنا في حاجة لهم ليستمروا في تدمير البلاد، نحن في حاجة إلى مرحلة أو وصاية مرحلية لنتمكن من وضع القوانين، من وضع القوانين الانتخابات مبكرة غير طائفية على الطريقة التي كانت في السابق لتضمن لهم العودة. نحن في حاجة للجيش اللبناني أن يشعر أنه مدعوم عالميا ومدعوم بثقة وليس فقط بكلام. يعني نحن في مرحلة خطيرة جدا، في مرحلة خطر للغاية، بحاجة للدعم في القانون وبحاجة للدعم في إعادة البناء، لأن إعادة البناء أيضا هي رسالة قوية لمن يريد التدمير لذوي التدمير لعقيدة التدمير بأننا نحن نبني ولا ندمر. ضرورة أن تكون هناك عملية إعادة بناء وتشييد حتى المبنى الذي أنا فيه والذي جوف، قد يقال أنه يعني قد تم تجويفه، فإذا أعيد بناءه تكون على نسق إعادة يعني البرج التجاري في نيويورك صراحة، لأننا يجب أن نقول كفى. وآخر لحظة، آخر كلمة إذا سمحتي لي، يجب أن يقول العالم لإيران كفي عن لبنان. نعم، للحقيقة قلوبنا معكم وعندكم في بيروت. سيدة راغدة درغام رئيسة مؤسسة بيروت انستيتيوت، شكرا جزيلا لك.